إلى واحدة تتفضل شقيقتهم الكبيرة رفيقتنا سعاد. لاستلام طبعا رفيقتنا كلش وضعها صعب، أنا أقدر ولكن عليها أن تستلم التكريم. أنا أفتخر بيهم، أفتخر بإخواني. عائلة واحدة تقدم ثلاث شهداء عدا الأقارب، أخوتها ذول عدا الأقارب. رفيق طه نعمان أبو وائل. شكرا لك. طبعا رفيقنا أبو وائل من فائز الحيدر. طبعا تكريم الشهيد نافع وأخوته عائلة الحيدر التي قدمت عائلة الرفيق النصير. شكرا لك. أهلا وسهلا. شرف. تفضل. الآن يلدكو الشهيد إلياس حنا جوهاري. يس. والشهيد جورج حنا. شهداء الأبطال الأربعة تستلمها يستلمها بالنيابة رفيق طه. طه أبو وائل تفضل استلمها نظر لحوائلهم انه هم موجوده واحنا زرناهم انه في وينزر وهم كلفونا انه بالنظر لبعد المسافه انه عدم حضورهم الى حفلنا هذا، فبالتالي انه هذه راح توصل من حفل ومن منظمه الحزب الشيوعي العراقي في كندا الى حوائل الشهداء. تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا بالمناسبه يتفضل مشكورا. إلى من رافقنا الطريق وغادرنا على عجالة بدون وداع، ومنهم من تشرفت بمعرفتهم، إلى كل من معين النهر وتحسين الشيخلي والأخوين عادل ومجيب
وأستاذي خليل المعاضيدي وماجد هاشم الياسين وياسين دقيقة وقاسم دفاعي وثامر الأبرش وهشام هاتف ومحمود عيسى والعشرات من رافقتهم. يقول محمود درويش وأقول معه ونقول معه. ورأيت الشهداء واقفين كل على نجمته سعداء بما قدموا للموتى الأحياء من قتلاني ولا هم يقتلون. أيام وياما وقاعدة بالكمائن مال أتراك أنا أقول لهم روحوا أنتوا وأنا يبقى أقابلهم وأخلص وألحقهم مرة ثانية وأديرهم منا وأجيبهم منا 17 يوم أكل وشرب وأجيبهم وأوديهم وأجيبهم 40 واحد 20 واحد أتحمل مسؤوليتهم وأمانة حزب الشيوعي كانت تكون يمي يعني لا أقرأ ولا أكتب أنا شيء. مشكلتي كان حزب الشيوعي يحبني يموت علي بس يقول لي أريد أعلمك قراءة كتاب بالموقت وقراءة كتاب أنا الواحد هاي المناسبة الحلوة عبالك هسه عمري 14 سنة أنا. قيل شهيدا من معتقل سياسي ونصير في ربا كردستان العراق ومن ضمن الشهداء الذين كنت أعتز بهم الرفيق الشهيد البطل يوسف جرجيس أخو الشهيد شمعون وشهداء آخرين أخوة طلال وخيري والشهيد البطل سنحاريب الذي استشهد في كند جبل القوش. يوم الشهيد الشيوعي العراقي هو تاريخ مخلد في جوف العراق بطوفان النار والثورة حين ارتقى الخالدون سلم الشهادة وفي عيونهم أمل إن الغد المشرق قادم أشعل الأرواح شعلة من طريق فأعطونا ما بوسعهم من الحياة فكم نحب الحياة في عدالتها يا ربي وكم ضقنا مواجعها بتمردنا كم حاربنا فجورها بغضب ثوراتنا وكم آمنا بعشقها في عيوننا راقد كبير عبد الكريم قاصد من لندن للمناسبه حصل وقصيده لصديق شاعر عبد الباب الفرج في غرناطه وعبد الباب الفرج ايضا يعني اصدقاء مناضل قديم يعني كان في السبعينيات كان في مع الفلسطينيين مع الفصائل الفلسطينيه وقصيدة إلي قصيدة معتز شوية أعلى المهم صوتك حين أتوا بك مأسورا بقميص بقعه الدم ينزف وجبين شج حين أتوا بك مأسورا بقميص بقعه الدم ينزف وجبين شج بأعقاب بنادقهم كانوا يأتون ويمضون ألم يستيقظ بعد ترى مات احذر أن يجلد حتى الموت لا تعترف الآن وكنت تنام وتستيقظ تستيقظ وتنام نحيفا يتدلى من مروحة في أعلى السقف وكنت تحدق ماذا تبصر وجه حبيبتك الشاحب
ذاك الطفل الراكض بحقيبته ظل يهوذا ماذا تبصر؟ جلادك نام وحارسك المتعب نافورة في ليل تورونتو، نافورة في ليل تورونتو ماؤها مزدحم بالضحكات. أتذكر في طفولتي في متنزه الزوراء واحدة تشبهها في 1979 يوم تسلم صدام حسين السلطة تعفن ماؤها فينا. نقف اليوم هنا إجلالا وإكراما لشهيدات وشهداء حزبنا الأبرار ممن ضحوا بزهرات شبابهم من أجل الوطن والناس، لكنني سأتحدث اليوم عن أمي وعذاباتها والتي هي عذابات كل أم فقدت بناتها وأبنائها، ممن تحملن قسوة الحياة وقاومن نظام فاشي مجرم بغير يعد عليهن أنفاسهن. كما أهدي ورود حمراء إلى روح صديقاتي ورفيقاتي ممن تقاسمن معي زنزانات الفاشست وسكننا في غرف الأدام وواجهنا الموت اليومي بصلابة وشجاعة قل نظيرها. أدرك دربكم عدل، الموت الموت يمكم وبيكم وانتم الموت، فن الموت يركان ينور عليكم يفوت، يل خطيتوا بجروحكم درب الثوار، يل شقيتوا من هام السمع للقاع سكة نار، يركان يمه حمامات السجن يتنشدن ضلوًا ينور قطايات الشلب حنًا لقلولش نعتذر للماي وأطراف السعف والهور لو عتبل ينور يبا يبا يبيرغنا وضحايانا تمد فوق الحياة كسور مو شحنة شمس وأفكارنا بدرب الكواين والزمان تنور مو شحنة حلم ريان ويرفرف على جفوف الصبح قرايا مو شحنة نبع يطلق على دموع الحزن مايا مو شحنة شتلة مو شحنة شتلنا رواحنا بهذا الدرب ثايا What